ويعز علينا أن نقول لكم وداعا، ولكن نقول لكم إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله، في حفل قادم إن شاء الله. شكرا لكم على الحضور، شكرا لكم على الحضور، ونشكر أيضا كل أساتذة المؤسسة، أعوان المؤسسة، السيد المدير فتح المطلب، السيدة المؤسسة الأستاذة ليلى الواد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع دعائي الختم من تقديم تلميذتين من المستوى الخامس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا قد حضرنا مولد نبيك وصفتك من خلقك، فأفض علينا ببركته، وأسكننا بجويل جنات النعيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وأجرنا من عقابك الأليم، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.